المرمى، ديباس بيرقلها ترجع مرة ثانية بكرة عرضية، حاول فترة لكن توبة ترجع مرة ثانية، عرضية من قولة عبد الله، من قولة بشكل حلو بشكل حلو، أسنو أسنو فهار أسنو فهار أيضا يذهب يذهب بلمسة عرضية، لمسة عرضية ما زالت موجودة إلى سعد الرمضاني، خطرة عرضية لكن بيد حارس المرمى تيم كاركي مع المنتخب النيباني في خاتم المنافسات والتحضير. كرة ملعوبة لصالح المنتخب النيباني من قولة جهة اليسار، المحاولة في المتابعة، خطرة لكن بشيلة بشيلة، خطرة كانت باتجاه مرمى المنتخب الاندونيسي. دون الكويت اندونيسيا والنيبال، العلامة الكاملة للمنتخب الأردني بثلاث مباريات ناجحة، 9 نقاط يحصل عليها المنتخب الأردني. المحاولة المنتخب النيباني يخطف كرة بشوت على المرمى لكن بتروح بتروح فوق المرمى. أرد أن تكون في نتيجة إيجابية في أحداث المباراة، واحد المنتخب الاندونيسي لا شيء المنتخب النيبالي، هذه فرصة لصالح المنتخب الاندونيسي، حلوة مارك حلوة بيحاول حاول كمان لكن خطأ عكسي خطأ عكسي، تحضير السادر الرمضاني سادر إلى داماس، سادر مرة ثانية داماس بالسينما، داماس بيحاول ينقل كرة إلى سلمان لكن تنشال، كلوك بيكملها ناحية عمل سادر سادر منقولة إلى سلمان، ظهار عرضية محاولة خطرة لكن رفض أيضا صاحب الكرة للمنتخب الأندونيسي في هذه المباراة إلى مرحلة الوصول. كرة عرضية للعيب سلمان حضر الجول لكن في حارس المرمى رفض، كرة رايحة بالجول لكن ديب كاركي حارس المرمى منقولة ناحية اليسار، نقلة سريعة ناحية اليسار ممكن تكون فيها خطورة، منتخب الاندونيسي عرضية تنعطي الجول لكن لخارج الملعب بتمر، لخارج الملعب بتمر، صاحب الهدف محمد ديماس تركها سادل اللي كان هو بالمقدمة اعتقاد منها بأن الكرة رايحة بالجول، شوف عادة شروف براتا ملعبها قوية لكن ترك جول بامتياز اندونيسي بأسلوب وطريقة جميلة الحقيقة، بهار 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 أسناوي بهار للهجوم بأن يعطي الامتياز في الحضور، شوف تركها لكن الثاني سجلها محمد ديماس بي 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 أخوية بي بأسلوب طريقة وجميلة إلى سلمان وطن بيسجل هدف ثاني لصالح المنتخب الأندونيسي، هدف ثالث في المباراة، هدف ثالث في المباراة في ايوب لعادة، شوف كرة لعبت ابعدت وتابعها ايضا كاركي حارس مرمى المنتخب النيبالي لكن المتابعة اعطت الافضلية لقائد المنتخب الاندونيسي بيش رودان، قائد المنتخب الاندونيسي وابعدت من لعب خط الدفاع وحارس المرمى لكن هو كان حاضر كمله، هجمة هجمة خطرة الله، على طول ما تأخر سادر الرمضاني، على طول ما تأخر سادر الرمضاني ويفرح جمهوره ويفرح محبيه. هدف ثاني بشكل جميل وهذه الكرة ملعوبة لصالح المنتخب الاندونيسي لكن تبعد من الدفاع، ترجع مرة ثانية المنتخب الاندونيسي داخل منطقة 18، باكوت بشوت على المرمى، الله جول لصالح المنتخب الاندونيسي، قدم ويسجل هدف خامس، هدف عند الجول، جول بالتمام والكمال من سلمان وطن، بالتمام والكمال المنتخب الاندونيسي بيسجلها على المنتخب النيبالي، شوف سلمان وطن هدف الثاني في المباراة وهدف اندونيسيا السادس، الاندونيسي ابتعد عن الرغابة وكسر التسلل لتكون فيها ايضا متابعة كوكو اراي للقادم
من مناطق التحضير خارج منطقة 18 الحقيقة المتميز مارسيلانو اللي حضر كبديل في الشوط الثاني، لكن هو متميز متميز. شوف مارسيلانو أيضا، شوف الفرحة شوف الفرحة، وشوف اللقطة معاك.